السلام عليكم. وزير الخارجية الأمريكي يجري مباحثات تتعلق باليمن مع الجانب العماني الذي أظهر دوراً علنياً بعد التخفي الطويل إذا ما تعلق الأمر باعتبار السلطنة نافذة التواصل مع الميليشيا. وكالة رويترز من جهتها نقلت عنه قائلاً: تم الاتفاق على وقف إطلاق النار بين التحالف العسكري الذي تقوده السعودية وبين الحوثيين بدءا من الخميس 17 من نوفمبر، كما تم التوصل لاتفاق بين جميع أطراف الصراع على تشكيل حكومة وحدة وطنية يمنية بحلول نهاية العام. الجانب الحكومي رد على ذلك بالنفي على لسان وزير الخارجية الذي أكد أن ما صرح به كيري لا تعلم عنه الحكومة اليمنية ولا يعنيها، ويمثل رغبة في إفشال مساعي السلام بمحاولة الوصول لاتفاق مع الحوثة بعيدا عن الحكومة. وهو ذات الموقف الرئاسي الذي عبر عنه المستشار مكاوي في تصريح للشرق الأوسط أن تحركات كيري تأتي في الوقت الضائع. وهنا نتساءل: الحديث عن اتفاق سعودي حوثي لتشكيل حكومة نهاية العام بحسب تصريحات كيري، هل هو تسجيل موقف من قبل كيري قبل تسليم حقيبة الدبلوماسية؟ مشاهدينا الكرام، من الكويت إلى لندن إلى الرياض إلى مسقط، متاهة المسار السياسي في اليمن إلى أين؟ هذا ما سنناقشه في حلقة المساء اليمني لهذا اليوم مع ضيفي في الأستوديو الكاتب والمحلل السياسي نبيل البوكيري، وسينضم معه آخرون عبر الهاتف. فأهلا بكم وبه مساء الخير أستاذ نبيل. مساء النور لك مشاهدين الكرام. أهلا بك معنا أستاذ نبيل، ونحن نتحدث عن هذا المسار السياسي بين تصريحات كيري وموقف الحكومة أيضا. دعنا بداية نذهب لمشاهدة هذا التقرير. الجولة الأخيرة للدبلوماسية الأمريكية قبيل مغادرة البيت الأبيض. يرمي الرئيس أوباما كل ثقله في تسجيل هدف أخير في ملعب القضية اليمنية في الوقت الضائع من فترة حكمه، إذ أعلن وزير خارجيته جون كيري من أبوظبي عن اتفاق مبدئي بين السعودية والحوثيين على وقف لإطلاق النار يبدأ في 17 من نوفمبر الجاري، بالإضافة إلى اتفاق الطرفين على العمل لتشكيل حكومة وحدة وطنية قبل نهاية العام الجاري بحسب وكالة أنباء عالمية، دون الإشارة إلى الموقف الرسمي للحكومة اليمنية من هذا الاتفاق. وزير الخارجية عبد الملك المخلافي من جهته أكد أن ما صرح به الوزير كيري لا تعلم عنه الحكومة اليمنية ولا يعنيها، ويمثل رغبة في إفشال مساعي السلام بمحاولة الوصول لاتفاق مع الحوثيين بعيدا عن الحكومة. متاهة المسار السياسي في اليمن الذي تأرجح بين الرياض وطهران والدول الراعية لمباحثات السلام، يسعى كيري من خلاله في محاولة أخيرة للتوصل إلى تسوية للنزاع في اليمن، غير أنه لا بوادر ولا مؤشرات لصناعة حل قريب، ناهيك عن أن مساعي كيري تبدو بغياب المبعوث الأممي عن صدارة الأحداث خارج سياق المقبول والمعترف به، خصوصا عقب الانتقادات الواسعة التي قوبلت بها خطة المبعوث الأممي كونها لم تلتزم بمرجعيات السلام الأساسية. أما على الأرض، فقد تمكنت وحدات الجيش مسنودة بالمقاومة الشعبية في تعز من تحرير عدد من المناطق شرق المدينة من الميليشيات الانقلابية، معلنة تقدمها في أكثر من محور في الجبهات الشرقية بعد معارك عنيفة خاضتها ضد ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية. خبير عسكري يرى أن الشرعية على مستوى السياسة والميدان هي السر خلف هرولة كيري الأخيرة. أصبح من الواضح أن المسار السياسي أمام لحظة فارقة، خصوصا أن معادلة القوة الميدانية ترجح كفة الشرعية كل يوم، بينما يتم ضرب مرجعيات السلام عرض الحائط، وتجري الترتيبات من الشوارع الخلفية التي لا تصنع لهذا البلد المعذب سلاما مستداما، لكنها تؤسس لحروب مستدامة وتبقي اليمن في حالة لا دولة ولا شرعية ولا سلام. إذا مشاهدينا الكرام، أرحب من جديد بضيفي هنا في الاستوديو نبيل البوكيري. أستاذ نبيل، لو بدأنا بالحديث عن تحركات كيري التي وصفت بأنها ربما الجولة الدبلوماسية الأخيرة له قبل انتهاء ولايته مطلع يناير، وهم ما يتحدث عن تشكيل حكومة نهاية العام، كيف يعني تعلق على هذا الأمر؟ لا شك أن التصريح الأخير للسيد جون كيري هي خروج كلي عن أدبيات الدبلوماسية المتعارف عليها، وخاصة حينما يتحدث في الوقت بدل الضائع، إن لم يكن الوقت الضائع في الحالة اليمنية، لأنه كل مسارات السياسة فشلت وكل أوهام السلام بان أنها لم تكن سوى بمثابة حمل كاذب في كل ما تعني الكلمة معنى. وبالتالي اليوم حينما يتحدث، وهذا الغريب الذي يصرح به عن
مبادرة سلام أو اتفاق سلام بالأساس بين التحالف العربي والحوثيين في خروج كما قلت عن مفردات السياق الدبلوماسي والقاموس الدبلوماسي في الحديث عن ميليشيات متمردة لا تحمل أي شرعية لا سياسية ولا أخلاقية ولا قانونية، ويصفها بأنها وصلت إلى السلام ويعتبرها طرف تمثل اليمن أمام طرف آخر وهو التحالف العربي. هذا أنا باعتقادي أنه انكشاف واضح وكبير للمسار الذي حملته الإدارة الديمقراطية الأمريكية من خلال وزير خارجيتها الذي ظل على امتداد أكثر من عام، وهو يحمل مبادرات، كل هذه المبادرات أفضت إلى أو كانت في كل مرحلة وفي كل محطة بمثابة صناعة تنفس اصطناعي إن صح التعبير للميليشيات الانقلابية في كل محطات انهزامها وتراجعها. أما اليوم أنا باعتقادي وفي الوقت الضايع الذي يلعبه المبعوث الدبلوماسي الأمريكي جون كيري ويتحدث عن سلام، هذا السلام رفضته أو لم تسمع به حتى الحكومة الشرعية اليمنية. عند هذه النقطة أستاذ نبيل يعني ينضم معنا الدكتور عبد الملك المخلافي وزير الخارجية اليمني. مساء الخير دكتور عبد الملك. أهلا وسهلا، مساء الخير. أهلا بك دكتور عبد الملك. عبرت الحكومة اليمنية عبركم عن رفضها لتصريحات كيري وعدم علمها لما يتم أو لما تم التصريح به من اتفاق عن وقف إطلاق النار وتشكيل حكومة، كيف ما الذي يحمله هذا الأمر من دلالات؟ أولا نحن لم نرفض أو نقبل، لأنه لا يوجد ما نرفض أو نقبله. نحن استمعنا لتصريحات تحدثت عن وجود اتفاق، نحن طرف اساسي في هذا ما يحدث في اليمن، نحن الحكومه الشرعيه، نحن الذين نتواجد على ارض 80% من الارض اليمنيه. نستغرب ان يقال ان هناك اتفاق ولسنا طرف فيه ولسنا على علم به. مع من تم هذا الاتفاق؟ لا تستطيع اي طرف دولي ان يعمل اتفاق مع الانقلابيين، ليس فقط لعدم قانونيه هذا الاتفاق ولكن ايضا لانه اتفاق احادي لن ينتج اي شيء على الارض ولا يلزمنا. نحن أوضحنا موقفنا بأننا لم نشارك بهذا الاتفاق وبالتالي لسنا معنيين به من قريبا أو بعيد، واعتقد أن الدلالة التي يحملها أن هناك محاولة لفرض اتفاق وتحقيق النجاح في الوقت الضائع، وهو أمر غير مقبول لأن شعبنا قدم تضحيات من أجل استعادة الدولة وليس من أجل شرعنة الانقلاب أو تمرير اتفاقات تصنع أمجاد أو عمل إعلامي ليس له على الأرض مكان. نعم، هذه الأمجاد التي يريد كيري أن يصنعها الدكتور عبد الملك، لما يتم إقحام طرف التحالف العربي مثلا بالسعودية بهذا الشكل وهو يتحدث عن اتفاق بين طرفين لاغيا تماما وجود الطرف الرئيسي وهو الشرعية؟ التحالف العربي ليس طرف في الأزمة اليمنية. نعم. ليس طرف في المشكلة اليمنية. التحالف العربي جاء لمساندة الشرعية، ومن ثم فمحاولة إقحامه هو أمر سلبي وسيء وغير قانوني وغير أخلاقي أيضا. الحقيقة أن أي اتفاق يجب أن يكون مع الحكومة اليمنية، حتى اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 10 أبريل والتي على أساسه يراد العودة لوقف إطلاق النار كان بين الحكومة اليمنية والطرف الإنقلابي وليس بين التحالف العربي والطرف الإنقلابي. ومن ثم فأننا نؤكد بأن أي اتفاق لا توافق على الحكومة اليمنية غير معني، لن يكون لها على الأرض مكان، وأنه مجرد عمل دعائي وإعلامي وعلى حساب مصالح شعبنا وعلى حساب تضحيات شعبنا. نعم، إذن هل تم التواصل مع التحالف العربي مثلا بقيادتها السعودية بشأن هذه التصريحات التي؟ نحن على تواصل مع أشقائنا في التحالف العربي وهم الذين سيعبروا عن موقفهم، ولكن نحن نؤكد بأنه لا مشكلة موجودة مع التحالف العربي، لأن التحالف العربي جاء لدعم الشرعية وسيقف مع أي موقف تتخذه الشرعية باعتبار أنها هي المعنية بحل المشكلة اليمنية وهي الحكومة التي يعترف بها العالم كله، والمعنية أيضا بالمشاورات والمعنية بتطبيق المرجعيات وفقا لما يتوافق عليه المجتمع الدولي.
نعم، إذا يعني برأيك هل نحن أمام لحظة فارقة إذا ما تعلق الأمر بالمسار السياسي بوجود هذه التصريحات التي ربما يعني تفضلتم بوصفها بأنها رغبة في إفشال مسار السلام؟ نحن نعتقد بأن أي انحراف عن المسار المفاوضات التي بدأت منذ أكثر من عام عبر المسار الأمم المتحدة ووفقا للمرجعيات هو تعطيل للسلام. نحن نريد السلام، والسلام الحقيقي يقوم على الالتزام بالمرجعيات، ويقوم على تنفيذ هذه المرجعيات، ويقوم على إشراك كل الأطراف وعدم تجاهلها، ويقوم على رعاية المجتمع الدولي بأكمله، ولا يقوم بعملية عبر الفرض أو التصريحات الإعلامية أو التدخل من أجل إنقاذ الانقلاب بطريقة غير صحيحة تحت حجة إنهاء الحرب. نحن مع إنهاء الحرب، ولكن علينا أن ندرك الآن من الذي يصعد حتى الآن، من الذي يهرب الأسلحة حتى الآن، من الذي يقصف المدنيين في تعز في كل مكان حتى الآن، من الذي رفض كل الحلول والمعالجات. الانقلابيين هم الذين قاموا بكل ذلك، ومن ثم اعلان الاتفاق لمجرد اتفاق مع الحوثيين من طرف واحد هو تعبير عن عدم رغبه بالوصول الى سلام حقيقي او انهاء الحرب، وانما بتحقيق انتصار اعلامي سرعان ما يثبت بانه ليس له يعني ليس له اي سند على الارض، وبالتالي لا يوصل الى ما ننشده نحن من سلام ومن انهاء هذه الحرب. نعم، إذا شكرا جزيلا لك دكتور عبد الملك المخلافي وزير الخارجية اليمني، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض. عودة إليك أستاذ نبيل. تأكيد حديث الدكتور المخلافي حول يعني رفض مثل هذه التصريحات أو استنكارها وعدم يعني الحديث عن الحكومة أنها غير معنية بمثل هذه التصريحات، ما الذي تفهمه إذن من هذا الالتفاف كيري يتحدث باسم أو باتفاق بين السعودية والحوثيين كطرفين نزاع، وكأن الحوثيين هم مثلوا اليمن، وأن الحرب فعلا هي دائرة بين اليمن والسعودية؟ أولا أنا بعتقد أنها سابقة خطيرة من قبل الإدارة الأمريكية أن تتحول الإدارة الأمريكية هذه القوة العظمى الكبيرة في العالم التي لها يعني حضور ولها سطوة قانونية وسطوة أيضا عسكرية وسياسية دبلوماسية، أن تتحول إلى طرف في صراع وتتحول إلى داعم لميليشيات خارج إطار الإجماع الدولي والقانوني والمحلي في خطوة تعكس حقيقة حالة الضياع والتيه للإدارة الأمريكية والسياسات الأمريكية في المنطقة الشرق الأوسط. نحن أمام مرحلة جديدة أو مرحلة خطيرة جدا أيضا فيما يتعلق بتقزيم دور الولايات المتحدة الأمريكية وتقديمها بهذا الشكل الفاضح الذي تحول إلى إعطاء شرعية وصبغة على ميليشيات انقلابية طائفية متمردة، رداء شرعية لدولة ما معترف بها دوليا وحاضرة في كل المحافل الدولية. أنا باعتقادي الآن أيضا أنه المشكلة اليوم تكمن في أن الإدارة الأمريكية في مرحلة غروب أو في مرحلة وقت ضايع، خاصة الإدارة الديمقراطية لم يعد لها أو لا يهمها أي تسويات وأي وضع بالنسبة للمسؤولين الموجودين حاليا في الإدارة سواء على المستوى الخارجي أو غيره. وبالتالي مثل هذا الكلام هو كما قال تفضل الأستاذ عبد الملك المخلافي أنه للبروغندا الإعلامية والتسويق الإعلامي للمرحلة أو لانتهاء مرحلة الإدارة الأمريكية الديمقراطية. لكن كإنعكاس حقيقي له على الأرض أيضا، أنا باعتقادي أنه كان واضح الأمر أن مثل هذه المفاوضات التي زعم وتحدث عنها وزير الخارجية الأمريكية تكاد تكون يعني مسرحية بكل ما تعني الكلمة معنا. إذا كان الجانب الحكومي يعني هل يعني الأمر مستبعد تماما أم أننا لا نريد تصديق حدوث مثل هذا الاتفاق؟ أنا لأول مرة لاحظ الحكومة اليمنية ترد بكل وضوح وبكل شجاعة وقوة في باتجاه تصريحات أمريكية، وأنت تعرفي سطوة الدبلوماسية الأمريكية وحسابات السياسية تجاه تصريحات المسؤولين الأمريكيين. لكن في هذه المرحلة أنا باعتقادي أنها كانت تجرؤ من قبل الإدارة الأمريكية. على ماذا استندت الحكومة اليمنية؟ لأنه ليس هناك أي اتفاق أصلا، لأنه في هذه المرحلة الآن أن تأتي وتصرح أن أطراف تتفق على حل يعني وتغفل الطرف الرئيسي الشرعي الذي له حق
تمثيل اليمنيين في هذه المرحلة وشرعيتهم ودستور وقانونهم ودولتهم، وتقول إنه هذه الاتفاقيات تمت بين جماعة الحوثي والتحالف العربي. يعني التحالف يعني العربي طالما هي كذبة أو مسرحية أستاذ نبيل ستنكشف يعني عاجلا غير آجل. التحالف سيرد كما تحدث الدكتور عبد الملك المخلافي بأنهم يعني هم سيردون على مثل هذا الحديث، ولكن لما سيضع نفسه في مثل هذا الموقف؟ يعني هو وزير خارجية أمريكا ليس بالشخص البسيط حتى أولا أنا أتفق تماما مع طرحه الأستاذ عبد الملك المخلافي في حديثه على أن التحالف العربي ليس طرفا في الصراع في اليمن. التحالف العربي أتى بمظلة الشرعية، والشرعية التي سمحت لهذا التحالف أن يتدخل في اليمن وأن يشترك في هذه المعارك الموجودة. وبالتالي اليوم ليس من حق التحالف العربي، ونقولها وقلناها دائما وسنظل نرددها، ليس من حق التحالف العربي أن يكون طرفا ممثلا لليمنيين في أي تفاوضات سياسية أو في محطات قادمة. ماذا عن الأخبار التي قيلت بأن هناك لقاءات في سلطنة عمان مع قادة عسكريين كبار سعوديين؟ هذه هي المباحثات هي شأن سعودي بحت، ليس لنا علاقة كيمنيين. نحن علاقتنا هي في حدود وإطار في إطار القانون والسيادة اليمنية، غير بعيد عن السيادة والقانون والدستور والحكومة الشرعية، للتحالف العربي أن يتصرف بما تملي عليه مصلحته وأمنه القومي والوطني. نعم، هناك من يقرأ الوضع بصورة مختلفة أستاذ نبيل، يجد أن السعودية ربما قررت الخروج بوجه أبيض من هذه المعارك وأن تظل في السليم كما يقال، الإطاحة بالشرعية بصورة دبلوماسية، الإتيان بحكومة وطنية ربما على رأسها بحاح كما يعني تظهر بعض التحليلات. أولاً هل ذلك ممكن؟ أنا أريد أن أقول هنا نقطة واحدة فقط فيما يتعلق بالتحالف العربي وما يتعلق بالمملكة العربية السعودية تحديدا. المملكة العربية السعودية تحديدا اليوم أصبح مصيرها مرتبط بما ستقرره الأحداث في اليمن، وبالتالي أي التفاف أو أي سوء تقدير للمعركة في اليمن سياسيا وعسكريا أنا أعتقد سيكون ثمنها غاليا، سيكون ثمنها أمن ووجود الوجود التاريخي للمملكة العربية السعودية ولكل إمارات الخليج كلها، لأنه ما يتقرر اليوم في اليمن سيتقرر على كل الخليج. المعركة اليوم أصبحت واضحة ومكشوفة، إما أن ينتصر التحالف العربي والحكومة الشرعية، ينتصر التحالف العربي من خلال إعادة الحكومة الشرعية إلى اليمن ومن خلال القضاء على هذا الانقلاب، وإلا فلينتظروا ميليشيات الحشد الشعبي من العراق وميليشيات الحوثي من اليمن ويسلموا بالقضاء والقدر والمصير المشؤوم الذي ينتظرهم في حال ما وسمعوا للأطراف الدولية بتدخل وحسم الصراع سياسيا في اليمن. نعم، إذن يعني تحدث الدكتور أيضا المخلافي بأن الشرعية التي تسيطر على 80% تقريبا من الأراضي، هل يفترض أن يكون ردها غير هذه التصريحات وجودها أكثر على الأرض وإحساس المواطن بهذا الوجود؟ لا شك إنه هذا جزء مهم ورئيسي في فيما يتعلق بسير الصراع اليوم، وهذا الانعكاس أيضا وتصريحات كيري وغيره من المسؤولين الدوليين هو يأتي من فراغ موجود تركته الشرعية على أرض الواقع على الأرض اليمنية من خلال عدم حضورها، الحضور الذي يعني حضور الدولة والنظام والقانون والمسؤولية السياسية والوطنية والأخلاقية للحكومة هذه. لا شك أنه هناك فراغ، هذا الفراغ يتسلل من خلاله بعض القوى الدولية وتريد أن تثبت أن الحكومة الشرعية فاشلة وأنها لم تستطع العودة إلى الأرض. اليوم أنا باعتقادي كانت تصريحات وزير خارجية المخلافي جيدة وإيجابية، وتبعها زيارة لبن دغر رئيس الوزراء إلى مأرب، لكن نتمنى أن تكون هذه الزيارات هي زيارة دائمة وتكون الزيارات أيضا مصدرها اليمن وليس مصدرها الرياض، لأنه في هذه الحالة نحن الآن أيضا حتى لا نقع في خانة الخلط بين الواجب والمفترض، أنا باعتقادي أنه على الحكومة الشرعية بعد اليوم أن تتحدث مصدر ثقة من الأرض اليمنية لا وجود لها. نعم، عند هذه النقطة إذن أيضا ينضم معنا عبر الهاتف سيد راجح بادي الناطق الرسمي باسم الحكومة اليمنية. مساء الخير أستاذ راجح. أستاذ راجح هل تسمعني؟ ألو، أيوة نعم.
مساء الخير أستاذ راجح. نحن نتحدث مع ضيفي هنا في الاستوديو الأستاذ نبيل البكيري عن زيارة رئيس الوزراء لمأرب، وعن أنها ربما الرد الأفضل لمثل التصريحات التي وردت على لسان كيري. ما هو تعليقك؟ هل سمعتني أستاذ راجح؟ هل ما زلت معنا؟ إذن سنحاول التواصل بك من جديد. يبدو أن هناك مشكلة في الاتصالات عند هذه النقطة أيضا أستاذ نبيل، يعني نحن نؤكد على هذا الوجود الذي يفترض على الحكومة أن تكون يعني أو تقوم به من خلال وجودها في الأراضي اليمنية. زيارة بن دغر لمأرب يعني هناك يعني حسب الأخبار أنها لمتابعة المناطق المحررة وما يجري فيها، هل يعني ربما تشكل انفراجة أيضا لمشكلة الرواتب التي يعني يتم الوعود بأنها ستصرف في هذه الأونة والأخرى؟ أولا مسألة وجود الحكومة لم يعد يعني من الطرف أن نناقش وجودها من عدمه، لأن المسألة محسومة لا تحتاج إلى مزيد من التنظير، لأنه الواقع يقول أنه حكومة شرعية. أين حكومة شرعية؟ على أرض الوطن. أما حكومة في المنفى، أنا باعتقادي أنه هذه تقلب مزيد من التساؤلات حول مدى شرعيتها الحقيقية. إذا لم تستطع الحكومة أن تقعد على الأرض، فباعتقادي هناك خلل في مفهوم نظرتنا وتعريفنا للشرعية أساسا. الشرعية التي الحكومة الممثلة لها لهموم وتطلعات الناس الموجودة بينهم. أما حكومة في المنفى، أنا باعتقادي أنه بعد عامين أو ما يقترب من العامين والحكومة خارج إطار الوطن وتتفقد الوطن في زيارات مكوكية، أنا باعتقادي هذا بات مخجل، ولا أريد أقول أنه مخزي أيضا لهذه الشرعية. أنا باعتقادي اليوم كل عوامل انتصار الشرعية وكل عوامل القوة اليوم تصب في صالح الشرعية. لم يعد هناك شيء. البنك المركزي وانتقل، كثير من أمور الإيرادات المالية على مستوى عدن أو مستوى مأرب أو مستوى الغاز والنفط اليوم بدأت تأخذ مسيرتها إلى البنك المركزي، وأيضا الاعتراف الدولي أيضا ببنك عدن كبنك مركزي. هذه أنا باعتقادي أنه خطوة جيدة على المسار الاقتصادي. أيضا المسار العسكري، أنا باعتقادي اليوم المسار العسكري بات ربما أكثر من 70-80% في صالح الحكومة الشرعية. أصبح الانقلاب اليوم يدافع، بدل ما كان يسيطر على كل الأرض اليمنية اليوم أصبح محصور في مناطق معينة. لكن ما الفائدة أن تحرر كثير من المناطق دون أن يتم تأمين يعني منطقة واحدة؟ هذا ما أريد قوله أنا، أنه المسألة لا تتعلق بمدى ما تحكم أو بمدى المناطق التي تتبعك أو التي لا تتبعك. المسألة تعتمد بدرجة رئيسية عن ماذا قدمت أنت كحكومة شرعية لهذه المناطق، ماذا قدمت على مستوى راتب الناس، على مستوى الكهرباء، على مستوى الخدمات الأساسية البسيطة، على مستوى الأمن، على مستوى حضور مؤسسات الدولة بشكلها الهش والبسيط، فضلا عن وجودها كمؤسسات فاعلة تعمل. وبالتالي هذه هي الشرعية. الشرعية هي الممثل الوحيد والحارس الوحيد لمصالح الناس، كل مصالح الناس. نعم. إذن عاد إلينا الأستاذ راجح بادي. مساء الخير أستاذ راجح بادي، ناطق باسم الحكومة من مأرب هو معنا الآن. مساء الخير أستاذ راجح، تسمعني؟ مساء النور، أهلا بك معنا أستاذ راجح. ونود منك أن تحدثنا بداية عن زيارة رئيس الحكومة بن دغر إلى مأرب. مساء الخير سيدتي الكريمة، تحية لكم مشاهدي قناة بلقيس. حقيقة هذه الزيارة تأتي في إطار الزيارات التي قام بها دولة رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر لعدد من المحافظات، سواء حضرموت، سقطرى، عدن. وكما تعلمين مأرب يعني مدينة ومحافظة دورها محوري، سواء في الصعيد المقاومة أو الصعيد السياسي. المدينة هذه الآن تحتضن مئات الآلاف من اليمنيين القادمين إليها من أكثر من كثير من المحافظات. كانت يعني قبلتهم ووجهتهم هذه المدينة التي ضربت يعني مثال يقتدى به في التعايش وفي قبول الناس وتقديم الخدمات لكل اليمنيين هنا في مأرب، هنا في مأرب، في
اليمن من اقصى الشمال ومن اقصى الجنوب ومن اقصى الشرق ومن اقصى الغرب يتعايشون جسدين وحده وطنيه رائعه. سلطه محليه يعني قدمت صوره مشرفه في حفظ الامن والاستقرار وتقديم الخدمات لليمنيين رغم هذا العدد الكبير والمتزايد على مدار الايام. فكان لابد من هذه الزياره، وهذه الزياره هي حافله بكثير من المشاريع التي سيتم وضع الحجر الاساس لها، ولعل يعني المشروع الاهم الذي سيكون غدا هو وضع حجر الاساس لجامعه مأرب. هذا الحلم الذي ظل يراود المأربيين لاكثر من سنوات طويله، غدا سيتم وضع حجر الاساس لهذا المشروع العملاق. سيتم افتتاح عدد من المشاريع، سيتم الاطلاع عن كثب على معاملة الجرحى والعمل بشكل مكثف من اجل تقديم خدمات عاجله لهم، خاصه وان يرافق رئيس الوزراء وزير الصحه الدكتور ناصر بعون في هذه الزياره. سيتم زياره الجبهات للاطلاع على الوضع العسكري والاجتماع مع القيادات العسكريه للاطلاع على كيفية وسير المعارك في هذه الجبهة. أعتقد هذه الزيارة من أهم الزيارات التي يقوم بها فريق حكومي موسع متخصص مع الأخ رئيس الوزراء في هذه الزيارة. نعم أستاذ راجح، ماذا عن دلالة هذه الزيارة السياسية خاصة بعد تصريحات كيري الأخيرة؟ هذه الزيارة كما قلت يعني هي تأتي في إطار الزيارات التي تشمل عدد من المحافظات، ستكون هناك محافظات أخرى لا داعي للإعلان عنها. الحكومة متواجدة يعني بشكل رئيسي في عدن، وهناك اجتماعات للحكومة يترأسها هناك الأخ نائب رئيس الوزراء الدكتور حسين عرب نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية. عدد التنفير من الوزراء عاد بالامس الى عدم استئناف العمل، الحكومه موجوده في الداخل ونتعاطى مع كل الملفات، الملفات السياسيه، الملفات العسكريه والملفات الامنيه. هناك مواطن على الارض يحتاج خدمات، يحتاج امن، يحتاج صحه، يحتاج تعليم. لابد ان نوفر كل هذه الاشياء بعيدا عن المسار السياسي. نحن نخوض معركه سنخوضها حتى تحرير اليمن من هذه العصابة الانقلابية وتحرير كل المدن وعلى رأسها صنعاء. هناك مسار سياسي، مسار عسكري، نعمل على كل المسارات وعلى كل الأصعدة. إمكانتنا ضعيفة وشحيحة لكن إرادتنا قوية. نعم، إذن شكرا جزيلا لك أستاذ راجح عبادي الناطق باسم الحكومة، كنت معنا عبر الهاتف من مأرب. عودة إليك أستاذ نبيل. أستاذ نبيل، يعني حين يلمس المواطن ربما هذا الوجود ولو يعني هنا أو هناك، ربما يستشعر أكثر بأن الشرعية هي من ستقدم له فعلا الخدمات، ولكن يعني ما يثير التساؤل أيضا إنه طالما هذه الأراضي الكبيرة هي بيد الحكومة، وكما تفضلت يعني أنه لابد أن يكون وجودها أكثر، هناك مجموعة من الوزراء موجودين في عدن، هل تجد أن هذا الوجود كافي أم لابد من وجود الحكومة على رأس يعني العمل الميداني في المناطق المحررة؟ لا شك أن الوجود في حد ذاته ليس مطلبا، الوجود لا يستلزم خدمات ولا يستلزم فعالية في إعادة مؤسسات الدولة والدفع بها لتقديم الخدمات واستعادة فعالية هذه المؤسسات في كل قطاعاتها المختلفة. أنا باعتقادي هو المطلوب الآن من الحكومة والمأمول من المواطنين اليمنيين في هذه المناطق. الناس تحتاج إلى كهرباء، إلى ماء، إلى كثير من الخدمات الأساسية الضرورية. فالمأساة الكبيرة اليوم ليس فقط على مستوى الخدمات، اليوم احنا نتحدث عن رواتب منقطعة لأكثر من 3 أشهر، هنا مأساة وكارثة، لأنه القاعدة الكبيرة من الشريحة الاجتماعية الطبقة الوسطى تعتمد على الرواتب بشكل رئيسي، وبالتالي 3 أشهر أنا باعتقادي أنه هذا يعني معاناة كبيرة وقاسية في إطار هذه الظروف كلها. صحيح. وبالتالي طيب لو عدنا أستاذ نبيل للحديث عن هذه التصريحات الأخيرة التي يعني تحدث بها كيري، وأيضا تصريحات بحاح الأخيرة التي قال فيها أن انتهاء ولاية الرئيس يعني أو يتحدث أنه ستنتهي ولاية الرئيس وسيصبح هذه وسيصبح رئيسا سابقا أيضا، هل تأتي كل هذه التصريحات ضمن مخطط أصبح مكشوفا لمن يقرأ المشهد السياسي؟ أنا أعتقد هذا
أصبح واضح، يعني لا يحتاج إلى مزيد من الفحص والتدقيق والذكاء في اكتشاف مثل هذه الخطوات. بحاح منذ أكثر من أسبوعين وهو في جولة مكوكية في عواصم القرار الأوروبي، وأيضا يتحدث بكل وضوح عن مسألة الرئيس السابق ومسألة إنه السلام في اليمن. أنا باعتقادي مثل هذه المسار أو في مثل هذا الحديث أصبح مكشوف جدا إنه هناك مخطط. هذا المخطط اليوم بان شيء بسيط منه من خلال تصريحات كيري اللي تحدث عن حكومة، تشكيل حكومة، وتحدث بالنيابة عن كثير من الأطراف المعنية، التحالف العربي والحكومة الشرعية اليمنية. أنا باعتقادي ربما هو يأتي في هذا السياق، سياق إنه في ترتيبات، هذه ترتيبات بعيدا عن كل هذه الأطراف. أيضا لا ننسى أيضا إنه إزاحة بحاح من منصبه السابق، وفي طار لحظة كان يعد لها لإعادة شرعنة واستنساخ الانقلاب بطريقة شرعية وتقديمه كجزء من شرعية يكون على رأسها السيد بحاح. وبالتالي هذا المخطط اليوم ينكشف كل يوم، وباعتقادي الاعتماد أو معناته التعويل على حراك سياسي حقيقي من قبل الحكومة الشرعية والتحالف العربي والمملكة تحديدا كفيل بأن يذيب وأن يفشل مثل هذه الخطوات التي أصبحت واضحة. يعني الآن يفترض أن ننتظر مثلا الحكومة اليمنية ظهرت موقفها بتصريحات كثيرة وبظهور كثير هذا اليوم وبقوة كما تحدث، هل ننتظر الآن تصريحات أو الموقف التحالف مثلا بالسعودية؟ لا شك أن السعودية مطالبة بالرد، لأنه كيري تحدث باسمها اليوم، يعني هو يتحدث عن سلام بين جماعة الحوثي والتحالف العربي. من هو التحالف العربي؟ التحالف العربي بالضرورة هو يعني المملكة، وبالتالي المملكة معنية بالرد على مثل هذه التصريحات التي صدرت باسمها تحت حديث. هل يستبعد مثل هذا الأمر؟ لا أستبعد، أنا في السياسة كل شيء وارد، لكن في الأخير نحن سنشهد غدا أو بعد غدا ستنكشف كثير من الأمور. يعني لا نستطيع أن نجزم هل فعلا هناك اتفاق أم ليس اتفاق، وخاصة فيما يتعلق بالتحالف العربي. لكن من خلال يعني الحدث العام والمنطق البسيط اللي أصبح مفهوم لدى كل الناس، إنه هذه المعركة معركة مصيرية للمملكة العربية السعودية، إما أن تكون أو لا تكون. أما بالنسبة لليمنيين، اليمنيين يعني تاريخهم وهم في حروب، وتعودوا على هذه الحروب وتعايشوا مع الحروب، وهم في إطار هذه المعمعة يقاتلون ويدافعون عن أنفسهم. لكن المملكة اليوم هي معنية أيضا، لأن وجودها وأمنها واستقرارها مرهون بمدى ما ستقرره مثل هذه الحبكات الدولية في الموضوع اليمني وموضوع المنطقة عموما. نعم، إذن يعني بهذا الشكل هل يعني تجد أنه ربما كأمر سياسي قد يكون هذا الأمر وارد؟ أعود لك عند هذه النقطة، لكن بعد أن ينضم إلينا الدكتور محمد الرميحي الأكاديمي والمفكر العربي عبر الهاتف من الكويت. مساء الخير دكتور محمد. مساء الخير، أهلا وسهلا. أهلا بك معنا، ولو بدأنا بالحديث معك حول التصريحات التي وصفت بأن تصريحات أحادية جاءت من طرف كيري، ما الذي تحمله من دلالات برأيك؟ والله في حقيقة الأمر هي دلالات محيرة، لأن الإدارة الأمريكية الحالية هي تقريبا في الساعة 23، يعني لم يبقى وقت حتى تستطيع أن تفكر أو تعرض أو تبادر. ثم أن هذه المبادرة التي قيلت في الإعلام غريبة، لأن تتحدث عن التحالف العربي والحوثيين وتجاهلت يعني مكون مهم ورئيسي وهي الحكومة الوطنية، حكومة الشرعية. ولا أعتقد أنا بأن التحالف العربي سوف يعني يقوم باتفاق مع الحوثيين من يعني خلف ظهر الحكومة الشرعية، لأن هذا ليس من طبعهم وليس من يعني ما قاموا به حتى الآن. أعتقد بأن هناك خلل حقيقي أو دوار أصاب الإدارة الأمريكية حتى يتصرف سيد كيري بما تصرف به. هناك من يقرأ مثل هذا التصرف بأنه ربما تسجيل حضور شرفي قبيل مغادرة الحكومة وقبل انتهاء ولاية أيضا مطلع يناير، هل تتفق مع هذا الطرح؟ والله يعني أنا استمعت وقرأت وشاهدت الكثير من التصرفات السياسية غير المنطقية، ولكن هذا يمكن أكثرهم لا منطقية، لأنه
ذهب يعني إلى مسقط وتحدث ربما مع الحوثيين، ولكنه لم يتحدث مع يعني الدولة الشرعية في اليمن. نعم. ولا أعتقد بأنه أيضا تحدث مع التحالف العربي أو فوض من قبلهم. ثم أننا نعرف جميعا بأن الإدارة عادة الإدارة الأمريكية أو أي إدارة أمامها تسليم وتسلم في الأسابيع الأخيرة لا تقوم بمثل هذه المبادرات، لأن فيها التزامات قد لا تستطيع تنفيذها وقد لا يوافق عليه تتوافق عليها الإدارة القادمة. نعم. فحقيقة يعني كل ما تعمقنا في هذا الموضوع نجده بأنه عبث. والأخ المخلافي وزير الخارجية ذكر بأنه يعني نوع من الخيال ليس له علاقة بالواقع. نعم. إذن يعني لماذا كيري وليس ولد الشيخ ومن أطلق مثل هذه التصريحات، ولماذا أيضا يظهر بتلك الارتجالية أو بهذا أن يضع نفسه بهذا الموقف، خاصة يعني لو ظهرت السعودية ممثلة بقيادة بالتحالف يعني ونفت مثل هذه التصريحات؟ أعتقد جزء من العملية كلها شخصية السيد كيري. يعني أنا كتبت مرة عنه في هو كما تعرف قد رشح نفسه لكي يصبح رئيسا للجمهورية في فترة ما. لا. وكان الجمهوريون يعني يتحدثوا عنه أنه رجل فليب فلاب، وكتبت هذا الكلام علنا. أي أنه رجل يقول الشيء ونقيضه دون هدف واضح. منذ ذلك الوقت يعني منذ سنوات طويلة يعني هذه التهمة موجهة إليه، وأعتقد بأنها ظهرت أيضا في الأيام الأخيرة. هو يغادر الآن ولا أعتقد أمامه أي مستقبل سياسي كبير بعد أن خسر انتخابات الرئاسة، وأيضا استهلك نفسه من خلال المشاوير العظيمة هذه التي قام بها في الأربع سنوات الماضية. وهذا جزء أيضا من إفلاس في تقديري الإدارة السياسية الحالية في الولايات المتحدة، لأنها قامت بارتكاب مجموعة من الأخطاء يعني المزعجة، آخرها طبعا ما تسرب من رسائل السيدة كلينتون حول موضوع البحرين كما تعرفين وقد نشرت أخيرا. فأنت أمام إدارة يعني يا أما غير واقعية يا أما المعلومات التي تصلها غير حقيقية أو أنها تلعب في الوقت الضائع. نعم. إذن دكتور محمد، يعني ظهر وزير الخارجية اليمني في أكثر من تصريح وحدد موقف الحكومة من هذه التصريحات التي أدلى بها كيري، ماذا عن موقف التحالف؟ ما الذي عليهم فعله إزاء مثل هذه التصريحات؟ يعني من خلال الأشهر الماضية نعرف بأن التحالف هو لا يخرج عن إرادة الحكومة الشرعية، لأنه هناك بطلب من الإرادة من الحكومة الشرعية، وبالتالي ما تقوله الحكومة الشرعية هو ما يوافق عليه التحالف. لهذا السبب لا أعتقد بأننا مطالبون بأن يصدر التحالف رأيا في هذه الفترة، لأن الحكومة الشرعية قالت رأيها. ونحن نعرف أيضا بأن المعركة هي ليست معركة الحوثيين مع التحالف، هي معركة إقليمية أكبر. يعني هناك العنصر الإيراني الداعم لهذه المجموعة نسبيا الصغيرة في المجتمع اليمني والمسلحة، وهي ظاهرة تكاد تتكرر. يعني هناك نفس الظاهرة في بلد مثل لبنان وحزب الله، ويعني الظاهرة تتكرر في اليمن باسم أنصار الله، حتى التسميات متقاربة مع بعضها، وهي كما قلت مجموعة كما يعرف الجميع بالتأكيد تعرفين ويعرف المستمعين بأنهم لا يشكلوا إلا مجموعة قليلة من الشعب اليمني البالغ يعني بالملايين. فإذا نحن أمام مرحلة من مراحل يعني نفض اليد السياسية إذا أردتي في انتظار الإدارة الأمريكية القادمة ووجهة نظرها، لكن المعركة في منطقتنا سوف تستمر. هي معركة بين دولة هي إيران تريد أن تبسط سلطتها على هذه المنطقة باسم أنها ممثلة للإسلام الصحيح. نعم. وهذا طبعا مخالف للواقع. نحن كل ما تقرأي أدبيات الإيرانية سوف تجدي أن لديهم قناعة ثابتة
بأن هناك إسلام صحيح واحد هو الإسلام الإيراني، وبأن هناك قائد واحد للمسلمين هو الولي الفقيه، وهذا طبعا غير مقبول جملة وتفصيلا من بقية المسلمين في هذه المنطقة. نعم، إذن دكتور محمد، يعني كيف تقرأ نهاية الملف اليمني في ظل الارتباك الأمريكي السابق وفي ظل الإدارة الأمريكية الجديدة؟ الشعب اليمني شعب قوي قادر على أن يعني يشق طريقه بشكل متميز. يعني تجربة الشعب اليمني الطويلة على الأقل منذ الثورة في 61-62 نعرف بأن هذا شعب عربي أصيل لا يرضخ لأي يعني تأثير أو نفوذ لأي قوة خارجية، وأنا متأكد بأن الشعب اليمني في نهاية الأمر سوف يحصل على دولته الوطنية المدنية الحديثة والعادلة، وهذه من خلال الأدبيات التي اتفق عليها في اليمن من حيث الدستور، من حيث مخرجات اللقاء الوطني، كلها تسير بهذا الاتجاه. ما نراه نحن الآن هي ارتدادات زمنية قصيرة، ولكن بالتأكيد يعني أنا واثق بأن الشعب اليمني سوف يحصل على ما يريده من خلال ثورته العظيمة والمتميزة التي بدأت منذ سنوات ولا زالت يعني مستمرة. نعم، إذن شكرا جزيلا لك دكتور محمد الرميحي الأكاديمي والمفكر العربي، كنت معنا عبر الهاتف من الكويت. عودة أخيرة لك أستاذ نبيل، إذن يعني يجد الدكتور محمد أن الأمر متعلق بشخصية كيري والذي وصفها بأنها شخصية الرجل الذي يقول الشيء ونقيضة، برأيك يعني في ظل هذه التصريحات الأخيرة التي ربما يعني غير منطقية أن تكون كما تفضل دكتور محمد أن تحمل الإدارة الجديدة تبعات قد لا تستطيع الإيفاء بها، وفي ظل الإدارة الأمريكية القادمة كيف يمكن يعني النظر في الملف اليمني؟ أنا باعتقادي الملف اليمني قائم على ركيزة رئيسية، هذه الركيزة الرئيسية التي ينبغي أن توجه لها كل الجهود هي مسألة إسقاط الانقلاب. الطريق إلى السلام في اليمن هو إسقاط الانقلاب، الطريق إلى السلام في المنطقة هو بإسقاط الانقلاب في اليمن، الطريق إلى تحقيق الأمن والاستقرار في هذه المنطقة يبدأ في هذا المربع، مربع إسقاط الانقلاب. وبالتالي سواء كانت في إطار حكومة كيري الديمقراطية أو من سيأتي في حقيبة الخارجية الأمريكية، أنا باعتقادي نحن أبناء هذه الأرض العايشون على هذه القاعدة الجغرافية المهمة من العالم، نحن المعنيين بتحديد مصيرها، وليس أنا باعتقادي التعويل على المجتمع الدولي في إحداث أي تغيير في مسار السياسات أو مسار تحولات المجتمعات في هذه المنطقة هو نوع من العبث ونوع من الاستغباء وعدم فهم حقيقة هذه المجتمعات وتاريخها واعتمالات السياسة فيها. بالتالي أنا أعتقد لا يجب أن نعول كثيرا على أي دور خارجي، الدور الخارجي هو دور ثانوي دائما ودور تابع لما يتحقق على الأرض. أنا أعتقد مفتاح السر في اليمن هو استعادة الشرعية وإسقاط الانقلاب وعودة الحكومة إلى الداخل وإعادة ترتيب ملفات المناطق المحررة واستكمال السيطرة على المناطق التي لا زالت قابعة تحت الانقلاب. الانقلاب اليوم في حط وفي أتعس لحظاته، فشل أمنيا وعسكريا واقتصاديا ودوليا ولم يحصل على أي اعتراف على الإطلاق به، وبالتالي المسألة مسألة وقت. إسقاط الانقلاب هي مسألة وقت، إعطاء الانقلاب مزيد من الوقت من خلال الذهاب إلى جولات وهمية لبيع السلام أو لبيع الأوهام أنا باعتقادي تعتبر خيانة لدماء الشهداء وتضحيات اليمنيين وأيضا تضحيات الإخوة في التحالف العربي في المملكة التي وقفت إلى حد الآن بشكل جيد. لكن مع هذا يجب على التحالف العربي من إعادة ترتيب وإعادة توحيد تناقضاته الداخلية، هذه التناقضات الداخلية التي يرشح من خلالها مواقف للولايات المتحدة الأمريكية أو بعض الأطراف الإقليمية. نحن مطالبون كحكومة شرعية في اليمن وكتحالف عربي اليوم في حسم مصير المعركة في اليمن من خلال الانتصار للشرعية وإسقاط الانقلاب. غير ذلك أنا باعتقادي سنظل ننتظر متاهة أخرى وستذهب اليمن إلى مزيد من المعاناة والمنطقة أيضا، لا سمح الله، ولن يقف الأمر عند اليمن
باعتقادي. نعم، إذا شكرا جزيلا لك أستاذ نبيل البكيري الكاتب والباحث، كنت معنا في المساء اليمني لهذا اليوم. الشكر أيضا للضيوف الذين كانوا معي عبر الهاتف، دكتور عبد الملك المثلاثي وزير الخارجية، الأستاذ راجح عبادي الناطق الرسمي باسم الحكومة اليمنية، والدكتور محمد رميحي الكاتب والمفكر العربي. كما هو لكم مشاهدين الكرام لحسن متابعتكم، لنلتقيكم في مساء يمني جديد. كنوا برعاية الله وأمنه.